البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم جيت نتقاسم معكم نهاري كيف غادي يدوز. يلا لقيتوني فطرت وفطرت وليداتي وبدلت ليهم حويجاتهم. دابا فاخت تسنيم وبغيت ندوش ليها وبغيت ندوز معكم روتيني مع بنتي ونوريكم المنتجات اللي كنستعمل ليها ونتقاسم معكم نهاري كامل كيف غادي يدوز ان شاء الله يا رب. دابا ساليت التسنيم الدوش ديالها، دابا غنلبس ليها حويجاتها. البنات بغيت نشارك معكم البرودوي اللي كنستعمل لبنتي. كنستعمل لها موستيلا. صراحة عجبتني موستيلا. كاين الكريم تاع الجسم و كريم دو شانج لا بودر و كاين شامبوان، وهذا فيه جوج جيل دوش وشامبوان. صراحة البنات زوينين، انا بالنسبه ليا عجبوني بزاف. انا غنلبس ليها حويجاتها ونرجع لكم بعد ما لبست ليها حويجاتها. دابا غادي نردها ونعسها ان شاء الله. غنمشي نصايب ليا واحد القهوه ونشربها وموراها غادي نخرج. المهم غنخرجكم معايا ان شاء الله. دابا البنات غنشرب القهوه ديالي وغادي نخرج ان شاء الله. بغيت نخرج نمشي نتقطع شي حويجات لبنتي. المهم غنديكم معايا، غنشرب القهوه ديالي ونديكم معايا ان شاء الله. البنات راني رجعت من كيابيو و إتسي واي كيكي، مشيت لتما باش نشوف شنو ناخد التسنين. مهم عجبوني انا جوج كسيوات هما اللي عجبوني، صراحة زويونين وتوبهم زوين، وحتى بالنسبة للأثمنة زوينة صراحة. خلاص هاد سبيبي طيبة وهاد الكسيوة مامو دامور.
صراحة الأثمنة زوينة يا البنات. راجلي اليوم هو اللي دخل الكوزينه، هو اللي وجد لينا الغدا. كيشوفني انني معدبه مع الدراري والبنوته باقه صغيره، كيدخل مره مره كيعاوني. هو الصراحه هو وجد لينا الغدا وانا بدلت التسنيم ورضعتها، وضروري خاص الانسان انه يتعاون، المراه والراجل خاصهم يتعاونوا في اي حاجه. ونتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديوهات الجايه ان شاء الله يا ربي. ونتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله.